نغمنا له عينيه ونسأله أسئلة ويرفع بقى تشوف بقى إيه إحساسه، هيبقى صح ولا غلط. جاهز؟ مش أنت ملتزم ولا خاربها؟ ملتزم. متأكد؟ طب ارفع ورقة. أنا كده ماسكها صح؟ لا اعدل أهو كده وريها للناس. صح ولا غلط؟ هتشوف في الآخر. بتحب النوم ولا بتحب السهر؟ لا لا بنام بدري. متأكد؟ طب ارفع ورقة. دي برضه. تحب تروح الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ ما روحش الساحل خالص. يعني لو عايز تروح تروح فين؟ الطيب طبعا. متأكد؟ طب ارفع ورقة. دي. لا اعكس اعكس. انت كده ما كنتش شايف ولا بتشتغلنا؟ والله العظيم مش شايف. طيب شيل بقى ال اكيد كله غلط. لا شيل الغمق. دي اختياراتك. انت خاربها وبتحب النوم تروح الساحل الطيب. صح بنسبة كام في المية الاختيارات دي؟ 100%. لا لا الخريبة دي مش خريبة خالص. الساحل و بنام بدري بس. احساسك عالي قوي. الحمد لله.